من الأستاذ الرزين الرائع المتميز القدوة الجميل القلب وقلبا جميل الروح المعطاء بدون حدود الأستاذ بابا عبد الله، فليتفضل مشكورا. أستاذ عبد الله أمهلي في كلمة حول أهمية التطوع في حياة الفرد والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. ما عساي أن أقول أمام هذه القامات والهامات، أكيد أن اللسان يعجز عن التحدث وعن الوصف، لكن كل ما أقوله وهو تشرفت بهذه الوجوه الكريمة وتشرفت أن أكون بينكم تلميذا يتتلمذ على أيديكم من خلال هذا الاهتمام بالعطاء وأيضا بكل ما يحبه وطننا الحبيب. عندما نتحدث عن العطاء أكيد أننا نتحدث عن الحب، نتحدث عن الصفاء، نتحدث عن القلب الكبير، لأنه من يعطي إنه القلب الكبير. ومن ثم كان المجمع الوطني للثقافة ونادي سفراء العطاء قلبان جمع قلوب كبيرة من أجل العطاء، من أجل الحب، من أجل الصفاء. باختصار، الإنسان ملي كيجي تيعطي بعض المرات نعتقد بأننا نحن من نعطي، لكن نحن سفراء، نحن رسل من الله إلى الآخر، وبالتالي من يستمتع بالعطاء أكيد نحن. إذن إذا أردت المتعة، إذا أردت أن تكون في حلة طيبة، وجب عليك أن تعطي. وكما قال دكتور ديالنا سي نبيل لاله فاطمة الزهراء، أكيد أن كل واحد فينا إذا خرج من هنا وهو عنده يقين بأن العطاء هو اللي كيعطيه، غادي نكونوا طبيعة الحال مطمئنين، وحنا غاديين نأديو الرسالة النبيلة اللي هي رسالة العطاء. حفظ الله الجميع، وأعتذر إذا كنت أطلت عليكم. شكرا أستاذ أمزري على الكلمة المقتضبة.